الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. الحمد لله على نعمة الانتخاب، هي فرصة نتلاقى فيها لنحاسب بعضنا البعض ونصحح المسيرة. فأول ما أقول هو الشكر والعرفان للحفاوة التي استقبلتمونا بها في بشار، وما ذلك بغريب على أهل جنوب، خاصة وأرى وجوه من أضرار وأخرى من تيمون إلى غير ذلك من البقاع التي تدور ببشار، فشكرا جزيلا على تفضلكم باستقبالنا هذا. كنت أحمد الله تبارك وتعالى على نعمة الانتخاب، لأنها فرصة للحساب والعقاب وفرصة للجزاء كذلك. أنا ما جئت بجديد، أنتم تعرفونني وأنا أعرفكم، تعرفوني منذ 10 سنوات، منذ 99. الكثير منكم ناضلوا وجاهدوا حين ذاك لأصل إلى سدة الحكم، وكانت البلاد في الفتنة في خبر كان بالنسبة لما كان كنا نعيشه داخل البلاد، وبالنسبة لما كان يحوم حولنا من مقاطعة ونكران. وما كان حين ذاك أن ليتقدم الإنسان للمسؤولية من باب التشريف أو من باب الزوخ، إنسان تقدم المسؤولية من باب التضحية، وكنتم بالمرصاد إلى كل أعداء الجزائر، جازكم الله عنا خيرا. جاءت ظروف أخرى في 2004، وكنتم كذلك واقفين إلى جانبي، لأن المسيرة كنا بدأناها ولا زالت في منتصف الطريق. والآن وقد حرصتم حرصا كبيرا على أن أترشح لعهدة ثالثة، لا بد أن أشرح الأوضاع التي سأتحمل فيها المسؤولية أو لا أتحملها. هذه الأوضاع تنطلق من سياسة فعلتموها أنتم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. احنا ماناش أنبياء تنزل علينا الوحي ولدينا الرسالة، احنا نجتهد من منطلق الإخلاص ومنطلق حب الوطن، ويدق أقول مستقل حتى لا يشعر أي واحد منكم منتمي إلى حزب ما بأنني أميل إلى حزب آخر. إني مستقل بالنسبة للأحزاب، لكن طبيعة الحال أنا شربت من لبن جبهة التحرير الوطني ومن جيش التحرير الوطني، وتعاملت وناضلت مع إخواني في التجمع الوطني، وأعرف كثير من الإطارات الذين ساهموا معي في الخارجية وخارج إطار الخارجية، كما أنني وهذه أرض الزوايا، كما أنني منذ زمن بعيد بعيد وقبل هذه الفتن وقبل ما تطلع شعارات الإسلام والإسلاموية، كل الناس يعرفونني بأنني كنت صاحب زاوية، كنت واحد منكم. صفق الشيخ توامي، صفق. إذا ما فيش حد يشهد أنت تشهد. هذه السياسة كنت أقول أنكم أنتم صنعتوها، أنتم صنعتوها لأن آزرتوني في 99 بقوة بترشيحكم، في 2004 كذلك بترشيحكم أعطيتوني نسبة مئوية تعطي الثقة في النفس. ولكن التجربة كانت قاسية بالنسبة لي، هو في الوفاق الوطني وكذلك في المصالحة الوطنية، وانتخابكم كان قوي جدا بالمشاركة وبنعم، بالمشاركة وبنعم. فأنا ما طبقت إلا سياسة أنتم قررتوها، حاولت نطبقها، وعسى الله يكون أحماني ما ارتكبتش أخطاء كثيرة بالنسبة لنواياكم إن شاء الله. على كل حال المهم هو كان أننا نشتغل جميعا، وأنا أعرف ما كلفكم ذلك، نشتغل جميعا لإرجاع السلم والطمأنينة للقلوب. يا ما بلدان كانوا رجالها يدخلوا على 4 تاع العشية خايفين تطيح الشمس، يا ما بلدان يا ما عواصم كانت الناس ما يخرجوش حتى 12 تاع النهار خايفين من الظلام
يجيب لهم السوء. ياما بلدان كانت معزولة على بعضها بعض ولو ما تقسمها إلا 30 كيلومتر ما بين الجزائر العاصمة وبليدة. ياما بلدان ياما رجال ما يستحقوش أنهم يخبيو، ما يخبيوش الخوف نتاعهم، لأن الخوف نتاعهم كل متقاسم ما بين الكبار والصغار، ما بين الرجال والنساء، ما بين الأطفال والشيوخ. ليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دعينا الله تبارك وتعالى فقط تسببنا باش الله تبارك وتعالى يعطينا يأمننا من خوف، يأمننا من خوف قبل الجوع قبل الخبز، يأمننا من خوف. اللهم ملك الحمد كان من المستجيبين، استجاب لدعائنا، استجاب لدعائكم، استجاب لدعائكم. بما أنه استجاب لدعائكم قلنا يا ربي هذا البلد نتاع المجاهدين، هذا البلد نتاع التضحية، هذا البلد نتاع الشهداء ما تستحقش أنها تكون بين البلدان الأخرى مهجورة منكورة مهانة مهانة. الصديق والعدو حتى الإخوة حطوا العين منا، حتى الإخوة حطوا العين منا، لأن ما كان ما تخلط. قال الجزائري قال الله يكون في عونكم، هذا يعني هذا أكثر الناس حبا لنا يقول الله يكون في عونكم، يعني ماذا بينا ما نتلقوش. على كل حال جينا بسياسة باردة الأعصاب، لا ندخل في شؤون الغير ولا نسمح للغير مهما كانت القوة والبطش أن يتدخل في شؤوننا الداخلية. حافظنا على وحدة الوطن، حافظنا، وكان من الصعب جدا أن نحافظ على وحدة الوطن، لأن قطب من هنا يرى أنه الكتاب في يده، وقطب آخر يرى أنه الدستور في يده. وما أدراك ما الكتاب وما أدراك ما الدستور. الكتاب فهم خاص لما جاء في الشريعة والإسلام، فهم خاص للإسلام، فهم لا علاقة له بالإسلام، فهم ينفي السماحة اللي علمنا الإسلام، ولولا السماحة ما نكونوا مع بعض. كل وضوح ما نكونوش مع بعض. كثير من الإخوان غرباء على هذا المجلس، ولكن الوطن يجمعنا في هذا المجلس، الوطن يجمعنا في هذه الخيمة، وهذه الخيمة فينا فيها الصالح والطلح. مرحبا بالصالح ومرحبا بالطلح، هكذا بلدنا. كذلك من جهة أخرى، بالإضافة إلى مكانة الجزائر في الخارج، كان لابد أن نفكر في الخبز شوية، نفكر في الخبز شوية. كانت مشاريع مهملة منذ الثمانينات أخذناها على عاتقنا وأحييناها بفضلكم، وأحييناها بفضل تضحياتكم، وأحييناها بفضل جهودكم، بفضل قناعتكم، وذهبنا إلى الأمام وأحيينا كذلك ما دمره الإرهاب. كل ما حرقوا الإرهاب من مستشفيات وجامعات وأحييناه، أحييناه من جديد، وجبنا برنامج. الآن في البلدان اللي لها نفس المستوى نتاعنا تشير على أننا الحمد لله تشير إلينا بالأصابع بأننا نجحنا، خرجنا من وضع بئيس جدا بئيس إلى أكثر ما يكون البؤس، ورجعنا إلى الساحة مضفرين مكرمين معززين. الآن هذا عملناه جميع، مهما الإنسان خدم بلاد 100 سنة 200 سنة 300 سنة أبدا ولا تنتهي البرامج. التطور يأتي بتطور أهم وبتطور أهم وبتطور أهم، لكن العام بين مخرفه. إنسان اللي عاشرته 10 سنوات عندكم الوقت الكافي باش تقولوا نقدر نثق فيه بالنسبة ل5 سنوات المقبلة أو لا نثق فيه. ولهذا كنت أحمد الله تبارك وتعالى نعمة الانتخاب. هذا الانتخاب بالنسبة لنا ورقة مهمة، كنا نتحاسب
وانا الله يسامح عليكم في الدنيا والاخره، لان اعطيتوني 10 سنوات نتاع الثقه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يجازيكم بالخير، الله يجازيكم بالخير بكل خير. الان المطلوب منكم هو تروا المرشحين وتشوفوا اللي يليق بكم اكثر من غيره، بكل حريه وبكل شفافيه تاخذوا اللي يليق بكم، تاخذوا اللي يليق بكم، رجل او امراه، رجل او امراه اللي يليق بكم. تفضلوا. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، بدون منازع سيد الرئيس. سير الرئيس الله يجازيكم بخير، الله يجازيك بخير، الله يجازيك بخير. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. لا أظن يا أخي العزيز أن هذه هدية، هذا تكليف ما هو الشريف، هذا التكليف ما هو الشريف. قلت لك متسامحين في الدنيا والآخرة، تصوت ضدي، متسامحين في الدنيا والآخرة بكل وضوح. وحتى تكون معايا وتصوت ضدي نحبك أكثر من اللي كنت تحب نحبك من قبل، يعني باش تكون واضح الأمور. هذا تكليف، والتكليف يقتضي أنه يدي في يدك، يدي في يدك. السيدة الكريمة قالت معنا معاكم لكن يدي في يدكم. أما قال اذهب أنت وربك فقاتلا فإنها هنا قاعدون، لا والله ما نقدر، والله ما نقدر. كل وضوح. الله يجزيكم بخير. هذه الانتخابات يا إخوان بالنسبة للساحة الدولية تراقبكم وتشوف مدى الحركة نتاعكم. لا بد أن تبينوا بأنهم واعيين ومهتمين ببلادكم، هذا واجب. لا بد أن الإنسان يؤديه مهما كان أفكاره، لا بد أن يقوم بالواجب نتاعه نتاع الانتخاب، سواء كان ثلج أو غمام أو شمس حارقة أو مهما كانت الظروف، لا بد أن يؤدي الإنسان الواجب نتاعه. لأن المجتمع الدولي ينظر إلى كان هذه الجزائر شعبها استفاق من الضربة اللي صابته ومن الامتحان اللي صابه ومن الفتنة اللي صابته، أم باقي مصروع ما فاقش ما عرفش وش صرا به. فيه ناس يراهنوا على أنه يكون عدم المشاركة يكون قوية جدا. هي في كل البلدان في الانتخابات فيها عدم مشاركة نسبة مئوية. هذه ما هيش من أساليب المعارضة، المعارضة يدي في يدك ونمشيو للانتخاب. الحكم هو الشعب، هو يختار من يريد. عندك ما تقول تفضل، تفضل انت قول برنامجك، وانا برنامجي ما عنديش، انا برنامجي راهو ورايا 10 سنين تاع انجازات. اذا الشعب مقتنع الشعب يمشي معايا، الشعب ماهوش مقتنع الحمد لله رب العالمين، هو في واد وانا في واد. كل وضوح، كل وضوح. وتاتي انت ببرنامجك وربما تخرج البلاد من مشاكلها ومن أزمتها. على كل حال المهم هو أنه إذا كان القماش عجبكم شريوا، إذا كان القماش ما عجبكمش السلام عليكم ورحمة الله. كل وضوح. الله يجزيكم بخير، احنا نجيب لكم القماش المرة هذه، نجيب لكم 150 مليار دولار نتاع القماش. إن شاء الله. على كل حال أعتقد أنه بالنسبة للفلاحة رأيتم أن أخذنا قرارات وسنطبقها بإذن الله إذا كان الشعب الجزائري أعطانا أصواته وثقته. بالنسبة للطلبة وفي الجامعات كذلك، أول تعهدنا بأننا نكفي بإمكانياتنا، نكفي الطلبة الجزائريين من أساتذة وجامعات إلى غير ذلك، وأعتقد أننا كنا عند العهد. أكثر من 1 مليون طالب الآن، ضعف ضعف العدد.
غادي يقولها غير الفم مليون طالب. بالك مولاي التهم يعرفوا شويه مليون طالب، لانه يعرف يقيس بالزاويه نتاع سيدي محمد بالكبير، يعرف واش هي مليون طالب، يعرف واش هو مليون طالب. بالنسبه للثانويات، الثانويات العدد اللي بنات تاع الثانويات في العشر سنوات هذه يضاعف الثانويات اللي تبناو ما بين 62 و 99 ضعف. بالنسبه للاكماليات ثلث ارباع نتاع الاكماليات اللي كانت موجوده ما بين 62 و 99 بنيناها في الفتره هذه ثلث ارباع. الحمد لله ولادنا يقراو. كانت عندنا ازمه سكن، بنينا مليون ونصف مليون نتاع السكنات. ممكن الان نقدر نقول لكم بيا فيه الجزائريين اللي عندهم اثنين وثلاثة واربع سكنات. صراحة يلزم نتعاونوا على هذا الموضوع. احنا نبنيو نحبوا نبنيو سكن لكل جزائري، لكل عائلة جزائرية. من بعد ما يتكفوا كل العائلات الجزائرية اللي يبغى يثني ويثلث متناول ثلاثة وربع. وإن خفتم ألا تعديلوا مع إخوانكم في الجزائر فواحدة. ولن تعدلوا، ولن تعدلوا، ولن تعدلوا. بالنسبة كذلك لموضوع الماء الشروب، الحمد لله وربما بشار تشهد على أن الماء الشروب كان مشكل قوي في البلاد، والآن أصبح سمع بأن بشار ماشي تعطينا الماء معدني من هنا فصاعدا، الحمد لله. بالنسبة للغاز ماشي وجايكم الغاز عن قريب، لأن النسبة المئوية مرتفعة في الباقي التراب الوطني الآن 47%. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، حتى البلدان الأوروبية كثير منها ما وصلش للمستوى هذا. بالنسبة للكهرباء كذلك عندكم إمكانية أن الأمور تتطور كثير بالنسبة للمنطقة هذه. أما النسبة المئوية في البلاد وصل ل 97%، 97% حتى البلدان المتقدمة تصل الى هذه النسبه المئويه، هذه النسبه المئويه. حتى في الجبال عندنا الكهرباء ما شاء الله. بالنسبه للشغل كانت عندنا 30% من الشباب عاطلين عن الشغل، خلقنا 6 ملايين منصب شغل، والان الحمد لله الحمد لله فيه البعض تحلت مشاكلهم، فيه البعض الاخر قال والله عندنا الفلاحه تخدم معنا في الفلاحه، قال له والله ما نخدمش في لاحة شوية تعبان. قال طيب تخدم معنا في السكن نبنيو، قال له والله ما نخدمش في السكن ما قادرش نبني. قال عندنا الطرقات اشتغل معنا في الطرقات، قال لا ما نقدرش نشتغل في الطرقات. طيب واش بغيت تشتغل؟ قال والله تعطيني عساس في إدارة. يا ولدي يا صاحبي واش نبنيو الباب بالعساسة في الإدارة؟ هاد البلاد محتاجين اللي يبنيها ويتعب عليها إلا صبنا له المنصب نتاع عساس في الإدارة كان فرحان، وإذا ما صبنالوش المنصب نتاع عساس في الإدارة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين، ذلك هو الخسران المبين، ذلك هو الخسران المبين. على كل حال بالنسبة للسكن مبرمجين في الخمسية المقبلة بإذن الله تعالى إذا كان هكذا قدر مليون سكن إضافي. بالنسبة لليد العاملة نفكروا في 3 ملايين مناصب شغل، 3 ملايين مناصب شغل. أعتقد أنه رقصت بزاف في الرأس والرجلين قدينها. مرة عادة نقول لكم الرجلين ما قدوها، المرة هذه نقول لكم والرجلين قدينها. نقدر بها معاكم. وحدي والله ماني قادر. معكم يا إخواني، معكم يا أخواتي الكريمات، معكم. مادام فيه أخوات كريمات معنا يعني يلزم يعرفوا بأننا قايمين بدور المرأة وحقوقها، وربما هذه من المناطق الصعبة اللي إذا تكلمت فيها على المرأة شوية فيها حساسية، لأن المجتمع تقليدي
ملا في المجتمع التقليدي أن نقول بأن الله تبارك وتعالى أوصى بالمرأة خيرا في القرآن والسنة، ما نطبقوا غير الشيء اللي وصى به الله تبارك وتعالى، وتروا كم حقوق هضمناها، كم أشياء هي من حقوق المرأة وما خديناهاش بعين الاعتبار. ولا بد أنا فقط من ناحية نتاع الدين نقول لكم رجعوا لها حقها، رجعوا لها حقها، رجعوا لها حقها. ولكن بالرغم من هذا، بالرغم من هذا، أنا أعتبر أنكم متقدمين على الشمال على التل لسبب بسيط. أنتم عندكم مرأة تقليديا عندها دورها في البيت وفي المجتمع في الصحراوي، أما في المدن الكبرى يا النمط الغربي يا ما فيش حرية، يا النمط الغربي هو يفرضوه علينا يا ما فيش حرية. احنا عندنا ثقافة، عندنا تاريخ، عندنا أصالة، ننتمي إلى هذه الأصالة، ننتمي إلى هذه التوابت، نتكئ على هذه الثقافة، نتكئ على تاريخنا، وفي نفس الوقت نأخذ ما هو أحسن عند الغربيين، موش ما يسيء إلى تصرفنا وأعمالنا ويسيء إلى سمعتنا ويشوه شخصيتنا. على كل حال، ما دمنا هنا المرأة بإذن الله حقوقها لن تهضم، لن تهضم على الإطلاق، ولن والله لن أخشى في لومة لائم في هذا الموضوع حتى يرجع لها حقها، كل حقها. الشباب طبيعة الحال إذا قلت مستقبل البلاد، عند فيه بلدان كثيرة متقدمة جدا ما عندهاش أي مستقبل لأن كلها شيوخ. إحنا مستقبل البلاد 70% من سكان البلاد عندهم أقل من 35 سنة. يلزم نعملوا بكيفية اللي نشعروا بأن كي نسلموكم المشعل تسيروا بنا إلى بر الأمان. يا شباب الجزائر، جا وقتكم، جا وقتكم، جا وقتكم، كونوا مستعدين باش تحملوا هذه المسؤولية، كونوا مستعدين باش تحملوا هذه المسؤولية. وبركانا من دائما نعيركم بالجيل نتاع حرب التحرير، انتم قادرين تعملوا جهاد اكبر في بناء البلاد وفي عزة البلاد وفي كرامة البلاد. انا ارى ان النهار مبروك لان جمعة، ومبروك اكثر لانني اعطاني الفرصة باش نتلقى بكم، مبروك اكثر لان اعطاني الفرصة باش نتلقى بكم باش نتكلموا على مشاكل الوطن. بما أن اليوم جمعة وفي موعد الصلاة ما نعطلكمش، لكن في نفس الوقت أتمنى أن يكون كل واحد منكم فهم جوهر ما كنت أريد أن أقوله. هو حر في الاختيار، لكن لا بد أن يختار، ولا بد أن يساهم، ولا بد أن يشترك، ولا بد أن يحزم من جديد، لأن مازال الأمن فيه بعض الأشياء اللي سؤنا، وإحنا نزيد في المصالحة الوطنية. ما نتحولش عن المصالحة الوطنية، ما نتحولش عن المصالحة الوطنية. إن الله تبارك وتعالى أعطانا مفاتيح البلاد، ما عندناش الحق باش نهجروا أي جزائري، ما عندناش الحق باش نبعدوا أي جزائري مهما كانت أفكاره مهما كانت أعماله. فيه قانون يفصل فيما بيننا، لكن دائما قلوبنا فيها الرحمة، دائما قلوبنا فيها الرحمة اللي تأتي من الشعب وبرضا الشعب. وإذا الشعب ما غضبش أغضب بطلوا. لكن شخصيا ما زلت أقول للشعب المصالحة الوطنية وما أدرك من المصالحة الوطنية، المصالحة الوطنية وما أدرك من المصالحة الوطنية. مستقبل الجزائريين في الجزائر، وأنتم دليل على هذا في هذه الخيمة المباركة الطيبة، في هذه الخيمة المباركة الطيبة اللي اسمها الجزائر، نحافظوا عليها. وشكر جزيلا، شكر جزيلا، شكر جزيلا على كل شيء. Başka
طيب بالصحه لاباس بخير الرئيس وفد من عامه جينا باش نشوف ان شاء الله الرحمن الرحيم باللي رئيس الجديد نسلموا لنا على الناس نسلموا على الناس مات ورانا وفد تاعها بقوه هذا هو سيد الرئيس نعاود نكررها لك قلتها لك في 2004 المرأة يمينك ويسارك وراءك وقدامك باش توصل بالجزائر إلى بر الأمان إن شاء الله ونبايعوك ماشي نمدوا لك نسبة مئوية في التصويتات وخاصة نحن في الجنوب والمرأة الجزائرية بصفة عامة والأضرارية بصفة خاصة ونساء الجنوب الغربي بصفة أخص شكرا سيد الرئيس المرأة في ولاية الجنوب الغربي والشرقي إلى 2007 اللي دخلت غرفة البرلمان في العهد الثاني تكون صحيح إن شاء الله.